في الفلسفة هناك مفهوم مهم جدا وعميق، خاصة في الفلسفة الفينومينولوجية أي الفلسفة الظاهراتية أي فلسفة رؤية الآخر والوعي تجاه الآخر كعلاقة متبادلة بدل علاقة الذات والموضوع. هنا هذه النظرية، هذه الفلسفة هي نظرة الآخر تجاهي أنا، تجاه الذات. هي نظرة ضاغطة، هي نظرة مسيطرة، هي نظرة متملكة، مع كل ما لكل هذه الكلمات من معان مختلفة ومهمة. وهذه شرحها جون بول سارتر عندما قال في إحدى شخصيات مسرحياته، يقول للآخر: لقد كنت أعتقد أنكم اثنان، تبين لي أنكم أكثر بكثير. يعني هذه النظرة التي تأتي من الآخر، وكما قلت تسيطر علي، تتملكني، وأهم شيء تقيمني. هذه نظرة خطيرة، هذه نظرة خطيرة جدا، حتى تقيمني إلى درجة أنني لا أعود أنا. وبالعكس، إذا لم يكن هناك نظرة من الآخر تجاهي، لا يعود لي أيضا أنا، لا يعود لي طبيعة معينة. أي أن وجود الآخر مهم بالنسبة لي، لأنه يعطي لنفسي طبيعة ما، كاركتير ما، طبع ما، صفات ما، قيمة ما، حكم قيمي ما، ولكنه بناحية أخرى يقيدني ويحددني بما يفهمه الآخر عني. الآخر يقول: أنت غير مثقف، أنت لا تعرف أن تتصرف، أنت غير خبير في العمل. هذه الأشياء كأنها كاميرا مسلطة علي، وهذا أمر خطير في وغني في الفلسفة. إلى حد أن الشاعر أدونيس قال عن الفكر الأصولي وعن المفكرين الأصوليين: أنت لا تكرهني أنا، أنت تكره الصورة التي رسمتها أنت عني. إذن هناك أنا هو صورة الأنا عند الآخرين، ولست أنا التي رسمتها، بل الآخرين هم رسموها عني. ويقول الكاتب المصري الكبير نجيب محفوظ: ندمت على شيء واحد، أنني قضيت كل عمري ذهب هباء في مهمتي، في محاولتي، في محاولتي تحبيب الآخرين بي، وفي محاولتي أن أرسم صورة
صورة جميلة عني في نظرهم وأن أتودد إليهم في هذه الصورة. يقول: لقد أهدرت حياتي هباء على هذا النحو. هناك في أماكن العمل أيضا هناك كاميرا مراقبة دائما مسلطة علي، إلى درجة أنني أنسى ما أريد أن أفعله أنا، وأنسى ما يجب أن أفعله، وكيف أفكر لأحل الموضوع. عندما يأتي إلي موضوع أو يأتي إلي شخص لأتكلم معه، لا أتكلم معه كما أفكر أنه أن يجب أن أحل هذا الموضوع، بل كما يخبرني الآخرون كيف يجب أن أحله حسب مقاييسهم وحسب تعليماتهم. حتى في السجن، عندما يكون في السجن، وهذه أنا توصلت إليها، لا يكون الإنسان وحيدا، بل بالعكس، عندما يكون في السجن يصبح هناك وجود لشخصين على الأقل: أنا الجسدي وفكري بين مزدوجين، وشخص آخر يكلمني، هو أنا وهو متفرع عني، وهو ومشتق من المجتمع ومن الآخر. بمعنى أن السجن اجتماعيا هو ليس فقط للعقاب، هو أيضا لكي تختلي بنفسك وتفكر بمشاكلك التي أوصلتك إلى هنا، ولتعيد تفكير بمعتقداتك وتغيرها. وأعطي مثل: فنان لبناني ذهب إلى السعودية وألقي القبض عليه بتهم لا تهمنا، وهو ذاته يقول: عندما صرت في السجن، وليس من أول يوم، يعني بسبب الانفراد وضعوه في سجن انفرادي، بدأت أفكر وأحاكي نفسي: لماذا أنا وصلت إلى هنا؟ ولماذا كنت، لاحقا صار يقول، لماذا كنت قاسيا مع الآخرين حتى وصلت إلى هنا؟ ربما كان لساني سليطا، لأن هذا الفنان دخل السجن بتهمة رأي. إذن هنا حتى في السجن لا يكون المرء وحيدا، بل بالعكس. وهنا نصل إلى ما كتبه ميشيل فوكو في المراقبة والمعاقبة في السجن نفسه. يقول فوكو: في العصور الغابرة كان العقاب جسديا بالضرب والإهانة، صار العقاب معنويا وفي السجن عبر المراقبة. ماذا عنى بالمراقبة في فكرة مهمة له فوكو؟ فكرة المراقبة في السجن أهميتها ليس في أنك تسجن وتبدأ تعطي الطعام للسجين وتبدأ تحقق معه فقط، لا، الفكرة الأساسية والمؤذية
هي أنك أنت من الخارج تراقب من في الداخل، وفي الداخل لا يستطيع أن يراقب من في الخارج. وأسوأ من ذلك، أنت وفي الداخل لا تستطيع أن تعرف متى الذي في الخارج يكون يراقبك. هذا أسوأ شيء وأصعب شيء في السجن. كما ذكرت في المثل السابق، عندما تكون في العمل وتكون الكاميرا مسلطة عليك، ربما لا يكون أحد يراقبك، ولكن لا تعرف متى تكون مراقب وتحت الرقابة وتحت الانتقاد. هذه نظرة الآخر هي عويصة جدا، بدرجة أننا تجاوزنا مرحلة ديكارت، حيث كان يقول أنا لست بحاجة للآخر، أنا أفكر بنفسي وأتوصل للحقائق بنفسي. لا، هنا حتى الجريمة، يقول عالم اجتماع كبير، الجريمة هي ما اتفق عليه المجتمع وسماها جريمة. إذن أفكاري ليست وليدة عقلي، أفكاري هي أفكار المجتمع التي يبثها المجتمع في، ولا أستطيع مواجهتها. وحتى طباعي هي مكونة عن الآخرين، وإذا أردت أن أكون أنا، أي إذا أردت أن أكون حرا، سأتعذب كثيرا، لأن أفكاري أحيانا تتناقض مع أفكار الآخرين عني، وأفكار الآخرين عني تكون في أغلب الأحيان مخطئة، ولكنها هي السائدة، وهي التي تنيشن على علي، وهي التي دائما تصيبني في الصميم. إذا فكرت أنا هكذا، أنا لا أزعل، ولكن عندما يقول الآخرين أنت هكذا، عندها إذن أنا أزعل وأغضب وأحزن، لأنها تمسني في الصميم، لأنني أقول إنها لست أنا هكذا. ولكن أنا عندما أناقش نفسي وأقول أنا هكذا، أنا لا أزعل، لأن هنا نقاش داخلي متغير دائما ومتحاور ودائم، مستعد للنقاش وإيجاد آفاق جديدة. نظرة الآخرين تسجنني.